داخل هذا المكان بقلب مدينة دعيس الذي يحكي عبق تاريخ المنطقة ويحكي قصة بلعمولي صاحب أقدم إسكاف بالمدينة، حكاية رجل أفنى 30 سنة من عمره في هذه الخيمة تستظله من أمطار الشتاء وحرارة الصيف. كردوني هذه بديتها عندي مدة 30 سنة، أنا القديم في المهنة هذه، وبديتها بشوية بشوية، ومن بعد وليت نخدم ونخدم بالعرق نتاعي، ندي خبيزة لوليداتي، نضال خدام هنا نهار كامل، من يجي الصباح خدام نبني القويطين هذا ونضال خدام حتى العشية، يلحقني وقت الصلاة نروح نصلي ونولي، والعشوة نطلع لداري ندي خضيرة ونروح. الإسكافي بالعموري رجل لا يزال يحافظ على هذه الحرفة منذ سنوات، يقصده الكبير والصغير لتصليح أحذيتهم، أب يكابد الظروف من أجل مصدر رزق حلال لعائلته. كيفك تجي الصباح؟ كيفك تطرح؟ نميتي الصباح نجي جوايه 8 والله نبني القويطين هذا ونبدا نخدم، يجوني الاولاد صغار شيوخ عزايج بنات، احنا خيوه قاعدين ونخدموا لهم ونتعاملوا معهم ويروحوا. كاين واحد يجي يقول لك ما عنديش نخدم له، يقول لي يا عمي ما عنديش نخدم له، نقول له روح نساعدوا بعضنا، هذه تعذبت شويه، هذه جاي برا تعذبت من المطار من الريح، من راك عارف كاين هرات وين الريح يرفد لي قيطون هذا، يعني تعذبت، راني قلت يعني نطلب ربي والدوله نتاعي كش ما يعطوا لي حوينيت نجي تحتو نستر فيه، يعني نجي تحتو ندي خبيزه لذريري، هذا مكان حوس خاين ندي خبيزه، ماني نحوس حتى لا حاجه. تجاعيد وجه الاب العموري وحدها تحكي كفاح ونضال الرجل داخل هذه الخيمه وحرفة تصليح الأحذية منذ سنوات، وحلم بسيط يراوده يوما أن يستفيد من محل لممارسة نشاطه.